حدث واحد جذب اهتماما دوليا نحو أفريقيا، اهتمام ربما عجزت عنه أكثر المؤتمرات السياسية أهمية. إنه كأس العالم، من خلاله تعرف الكثيرون على أفريقيا وعلى جنوب أفريقيا البلد المضيف بشكل مختلف وربما أقرب. مثلا لم تعد الفوفوزيلا مجهولة بالنسبة للكثيرين منا، سواء اعتدنا أنغامها أم لا. أنا نجلاء أبو مرعي، ومن هنا ومن ملعب إميريتس الإمارات، وهو أحد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2018 إن فازت إنجلترا بالرهان، سأتعرف معكم على بعض الوجوه من جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا وكينيا، على معاناتها وأحلامها. أعرف الكثيرين ممن يحبون الرياضة، لا سيما إن كان من يمارسها شخص آخر. وربما تكون أنت ممن يؤنبون اللاعب إن لم يستطع اللحاق بالكرة، أو تكون قد تجرأت يوما على نعته بالكسول فيما أنت تستلقي على الكنبة. مفارنا جوجوس فريق رفع مستوى التحدي، سيدات منهن من تجاوزت 70 يلعبن كرة القدم بلياقة، أنا شخصيا أحسدهن عليها. هذا هو فريقنا واسمه مافارانا جوجوس، أي الجدات. أنا كمدرب سعيد جدا بالعمل مع هؤلاء النسوة لأنهن متعاونات للغاية ويأخذن كل التعليمات على محمل الجد. قبل بدء هذا البرنامج كان معظمهن يعانين من الأمراض مثل السكر وضغط الدم أو التهاب الركب وأمراض أخرى، ولكنهن الآن أكثر لياقة بكثير، وحتى عندما يعملن في حقولهن ليس لديهن أي مشكلة. قبل أن ألعب كرة القدم كنت أحتاج 4 ساعات للسير من البيت إلى العيادة، بل وأحيانا كانوا يحملونني على عربة يدوية أو أستند إلى عكازين. كرة القدم ساعدتني كثيرا، كنت في السابق أعاني من الألم في كل جسمي، ولكني بعد أن بدأت ألعب اختفى الألم وأشعر بالصحة وبالسعادة. كرة القدم ليست مجرد لعبة، كثير من الأندية لها دور اجتماعي، مثلا نادي أرسنال يحتفل بمرور 25 عاما على عمله الاجتماعي، آخره تدريب فتيان في كينيا. أسي في 17 من عمرها مسرورة لأنها ستشارك مع فريقها في مهرجان كرة القدم من أجل الأمل الذي يقام على هامش كأس العالم في جوهانسبرغ، ويضم 32 فريقا من مجتمعات مهمشة. أنا لاعبة في إحدى فرق كرة القدم في مدينة كيفيلي في كينيا. فريقنا مختلط يضم فتيات وفتيان، وسنذهب جميعا إلى جنوب أفريقيا لنشارك في كرة القدم من أجل الأمل، وهي جزء من كأس العالم. إنني أنتظر الذهاب إلى هناك بفارغ الصبر، فهذه فرصتي لإظهار ما يمكنني القيام به. الكثير من الفتيات لا يسمح لهن بلعب كرة القدم، فلديهن الكثير من العمل للقيام به في المنزل. كرة القدم شغلتني وجعلتني أتحاشى أموراً أخرى مثل الحمل المبكر، فليس لدي وقت لأي شيء يشتت اهتمامي بالكرة. الفتيات لديهن الكثير من الحرية هنا في المدينة، أما في القرى فالحرية أقل بكثير. من الممكن لكرة القدم أن تساعد فتيات القرى على تغيير حياتهن. ممارستي لكرة القدم تشعرني أيضاً بالمساواة مع الفتيان، لأنني أستطيع أن أقوم بما يقومون به.
أعتقد أن منظمي كرة القدم ليسوا مهتمين بكرة القدم النسائية، وأتمنى أن يهتموا بها كما يهتمون بكرة قدم الرجال. سيكون أمراً رائعاً لو أن هناك كأس عالم في كرة القدم للنساء، فبهذه الطريقة يمكننا أن نظهر مهاراتنا بوسع القيام بأي شيء يقوم به الفتيان. كرة القدم في أفريقيا أكثر من لعبة، هي مشروع استنهاض للحياة، منهم من تحوله عن طريق الانحراف ومنهم من تبث فيه حب الحياة من جديد. أوستن مثلا تغيرت حياته عندما تعرف على كرة القدم لمتحدي الإعاقة. أصابتني الدهشة الشديدة عندما رأيت هذا الشكل من كرة القدم للمرة الأولى، فلم أرى هذا من قبل في حياتي. تعجبت عندما رأيت أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم يتدربون، وتساءلت هل يستطيعون لعب كرة القدم؟ عندما بدأت التدريب لم يكن الأمر سهلا، كانت يداي تتسلخان ورجلاي أيضا. هذه الرجل على وجه التحديد كانت كثيرا ما تتعرض للإصابة. أتدرب بشكل جاد جدا، وها أنا الآن والحمد لله هنا اليوم. يمكنني الآن أن أسدد الكرة في أي مكان أريده. يمكنني استخدام ذراعي لتسديد كرات في منتهى القوة. أتمنى أن أنضم إلى فريق نيجيريا في كأس العالم. إنه أمر رائع أن أرتدي ملابس الفريق النيجيري وأن أرفع علم بلادي. أتمنى بشدة أن يمنحوني تلك الفرصة. دعوني أقول لكم إنه لا توجد إعاقة مهما كانت تحول بين الإنسان وبين ما يريد تحقيقه في الحياة. كنت في السابق حاد الطباع، سريع الانفعال، لكن هذه اللعبة غيرت حياتي تماماً. أود أن أحقق المزيد والمزيد والمزيد في هذه اللعبة، وأن أكون لاعباً مطيعاً، بل وأفضل اللاعبين في الفريق خلقاً. أود أن أحقق في كرة القدم أقصى ما يمكنني تحقيقه. قبل أيام شاهدت أحد المباريات هنا، كان الجو حماسيا كما هو الآن. قد يخطر على بالي أي شيء يعكر علي متعة المشاهدة إلا انقطاع الكهرباء، لكن هذا الأمر يشغل بال عبدول كثيرا، فقد تتضرر أعماله وقد يستاء زوار صالته التي أقامها خصيصا لمشاهدة مباريات كرة القدم العام الماضي. نحن هنا في كيبيرا في نيروبي، المكان هنا لطيف، عشت هنا 27 سنة، الحياة هنا جيدة. ليس لدينا العديد من المسائل الصعبة، ونعرف كيف نتعامل مع أي مشكلة في الأحياء الفقيرة. الناس هنا يحبون كرة القدم، يحبون أن يشاهدوها وأن يلعبوها. أشعر بالسعادة الشديدة أن كأس العالم في إفريقيا، وأتمنى أن نحقق الكثير. قررت أن أنشئ قاعة فيديو، إنها عمل أتعايش منه وفي الوقت نفسه سهل الإدارة. لكن الكهرباء يمكن أن تكون مشكلة. عندما تنقطع الكهرباء لابد أن أستخدم مولد. المشاهدون يغضبون وأشعر أنا بضغط شديد. مباراة الليلة جيدة، ومن المؤكد أن الكثيرين سيأتون لمشاهدتها. أحب هذا العمل، هؤلاء الناس مثل أسرتي، شيء رائع أن نكون معا، هذا يجمعنا معا، إنه يجمعنا بالفعل. ميريام تبيع المأكولات، وكانت ترجو أن تزدهر أعمالها خلال مباريات كأس العالم، لكن بالرغم من أنها تعيش على مقربة 100 متر فقط من ملعب إليس بارك، لم تستطع منافسة الشركات الكبرى.